بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم طلبة وطالبات المدارس الثانوية للتمريض الفرقة الثالثة. ونقدم لكم اليوم موضوع الاضطرابات السيكوسوماتية من مادة الطب النفسي. هيا بنا. الاضطرابات السيكوسوماتية أو النفس جسدية psychosomatic disorder وهو عبارة عن اندماج كلمتين psycho يعني نفسي وsomatic يعني جسدي أو بدني، ولأن العقل والجسد مرتبطان بعضهما مع بعض. وهي نوع من الاضطرابات النفسية أو الانفعالية التي تؤدي إلى أعراض بدنية في أجهزة الجسم المختلفة ولا تستجيب للعلاج الطبي الدوائي. كيفية حدوث الاضطرابات السيكوسوماتية؟ تحدث نتيجة اختلال شديد أو مزمن في كيمياء الجسم نتيجة ضغط نفسي، يعني هو مرض جسدي ولكن أسبابه نفسية، فيشتكي المريض من أعراض في أماكن متفرقة في أجهزة الجسم المختلفة مثل الجهاز الهضمي، فيشتكي المريض من التهابات وقرح بالمعدة والتهاب بالقولون وهو ما يعرف بالقولون العصبي مع إسهال مرة وإمساك مرة. أمراض القلب ممكن يدي أعراض مثل ارتفاع ضغط الدم وألام بالقلب وسرعة في ضربات القلب. والجهاز التنفسي يشعر المريض بضيق بالتنفس وكتمة بالصدر. الجهاز العصبي بيشتكي المريض من صداع مزمن أو صداع نصفي أو نوبات صرع نفسية مع ألم في العضلات، والألم أحيانا بيكون هو العرض الأساسي اللي بيشتكي منه المريض. لذلك المريض يذهب إلى معظم العيادات في تخصصات مختلفة وبيعمل كل الفحوصات والتحاليل المختلفة وبياخد أدوية كتير ولكن بدون أي نتيجة، والمريض بيخاف ويقلق أكثر لأنه محسش بأي راحة. ولذلك الاضطراب النفسي مهم جدا اكتشافه، لأن عدم اكتشافه بيخلي المريض نفسيته تتعب أكثر والأعراض اللي بيحس بيها بتزداد عنده وبياخد علاج كتير وما بيحسش بأي راحة. بالنسبة للعلاج بناخد التاريخ المرضي للمريض كويس جدا لاكتشاف السبب النفسي، ولابد من توعية المرضى بأن هناك ما يسمى باضطرابات نفسية تتحول بشكل لا شعوري إلى اضطرابات عضوية أو بدنية، وعلى الطبيب أن يأخذ بعين الاعتبار الحالة النفسية والظروف الاجتماعية المصاحبة لظهور المرض. ممكن نستخدم الأنشطة مثل التأمل أو اليوغا أو التصور لإثارة الوعي والاسترخاء، وبنعمل علاج للعامل النفسي أو المرض النفسي والعمل على حل مشاكل المريض التي أدت إلى الاضطرابات النفسية.